مداخله مهمه جدا مع الدكتور عادل كرايم المحلل الفني والناقد الرياضي. يا دكتور مساء الخير عليك. مساء الخير يا امير، اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله، كله تمام. مبسوط انت بليفربول طبعا الفتره دي قوي؟ ها الاتحاد الفتره اللي فاتت كانت الدنيا مضغوطه شويه. قرب ليفربول، قرب ياخد الدوري يا رب. لا لسه بدري قوي. لسه بدري، بس مانشستر سيتي بعدت شويه، يعني فرق دلوقتي بقى ايه 11 نقطه تقريبا. 11 بس وعندك ليستر سيتي. ليه مش مركزين في ليستر؟ يعني ليستر موجود. ما لسه بقول لك ليستر موجوده في البطوله في الحقيقه، وعاملين ماتشات كويسه جدا جدا بصراحه. يعني بالظبط، والحقيقه والله الواحد يعني مش عايز اقول لك اتعاطف معاهم، بس هم لا هي يعني فرقه بصراحه تستحق الاحترام جدا اللي هم عاملينه. انا عايز بس قبل ما اخش في الكلام ابارك لك على الجائزه طبعا. انا يعني بشكرك طبعا، بس يعني طبعا حاجه مستحقه جدا، ويعني ربنا دايما يديم التوفيق عليك يا رب. بشكرك، شكرا جزيلا يا دكتور في الحقيقه يعني. لكن في كل الاحوال نتمنى ليفربول محمد صلاح كل التوفيق طبعا فوز ببطوله الدوري، وهم قريبين ان شاء الله السنه دي ويستاهلوا زي ما انت قلت، لان عملوا موسم السنه اللي فاتت كان موسم رائع جدا في الحقيقه. لكن عايز اتكلم معاك في حدث البالون دور، وحدث مهم جدا النهارده وطبقا للتسريبات الكتيره اللي خرجت على مدار الايام اللي فاتت. في الاول عايز اتكلم على اهميه هذا الحدث وتوقعاتك للي يتوج بالكره الذهبيه، خصوصا بعد مباراه امبارح اتلتيكو مدريد وبرشلونه واللي عمله ميسي يعني. هي طبعا طبعا مش رايح، مش هيفرق في حاجه، لان طب انا عارف بس كقدرات لعيب يعني، لعيب بيثبت كل يوم هو عامل ازاي. مش لعيب، هو مش بشري، مش طبيعي يعني. مش بني لا طبعا يعني هي البالون دور اكيد جائزه مهمه جدا، يعني هي كانت هي الاساس طبعا طول عمرها من ساعه ما فرانس فودر عملتها من الخمسينات كمان. بعد كده ظهرت جائزه طبعا الفيفا اللي هي الافضل، ثم اندمجت الجائزتين مع بعض حوالي 6 سنين، وبعد كده رجع تاني انفصلوا واصبح كل حاجه جايه موجوده جائزه بتاعتها لوحدها. ثم يمكن الاتحاد الاوروبي من 2012 عمل جائزه مستقله، لكن جائزه الاتحاد الاوروبي بتكون لافضل لاعب في الموسم الاوروبي او موسم الانديه الاوروبي. جائزه البالون دور والفيفا طبعا ده احسن لاعب في العالم على السنه كلها. اعتقد لكن تفضل برضه البالون دور ليها رونقها، يمكن البعض حتى بيعتبرها اهم من جائزه الفيفا، لان الفيفا بيدخل فيها تصويت الكباتن والمدربين فبيخش فيها بعض الاهواء شويه. البالون دور يمكن بتكون بتصويت صحفيين من كل انحاء العالم. واحنا عندنا طبعا استاذتنا ايناس مظهر يعني بقى لها حوالي 15 سنه موجوده في التصويت، ودي حاجه تشرفنا طبعا جدا. اكيد هتدي صوتها لصلاح ولا هيحصل زي جائزه ذا بيست؟ لا 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 انا مش يعني مش محل ان انا اقول يعني، هي قالت لي بس. طبعا انا فاهم، انا فاهم. لا لا السنه اللي فاتت بنت صلاح ولا بلد صلاح، فيعني ان شاء الله. بس اعتقد يمكن زي ما انت قلت الكلام، يمكن في العالم كله دلوقتي ان الجائزه يمكن اتعرفت، او يعني اتقال حتى ان هم راحوا صوروا مع ميسي كمان، هو المرشح الابرز يعني. هو يمكن هي كان هو وفان دايك ورونالدو زي ما كانت برضه في دابيس، وزي ما كانوا في الاتحاد الاوروبي. لكن يمكن النهارده حتى انتشر فيديو كده لفان دايك نفسه بعد نهائي دوري الابطال، وحد بيساله بيقول انت كده اصبحت المرشح الاول للبالون دور، فقال له لا ميسي طول ما هو بيلعب هو مرشح البالون دور. صح، دي حقيقه. قال له يعني لو كسبتها مش هرفض يعني، هبقى مبسوط طبعا، هبقى فرحان جدا، لكن انا شخصيا شايف ان ميسي هو الاحق بالبالون دور حتى لو كان ما خدش دوري الابطال السنه. طيب الجائزه الاهم، الجائزه الاهم هل هي ذا بيست ولا البالون دور يا دكتور؟ لا زي ما كنت لسه بقول لك، لا اعتقد يعني اغلب المهتمين بالكوره بيعتبروا البالون دور اهم. البالون دور هي اقدم، وفكره التصويت فيها بيبقى يمكن نسبه العداله فيه اعلى شويه. فاعتقد هي الاهم هي البالون دور فعلا. طيب تتوقع ان التسريبات دي تكون حقيقيه؟ وهي ليه اصلا بتحصل التسريبات دي برضه؟ وهل التسريبات دي بتقلل من قيمه الجائزه؟ هي فعلا حاجه غريبه بقى يعني، كانت يعني انا لسه بقول لك البالون دور يمكن من سنه 56 او 57 موجوده، ما حصلش التسريبات دي غير اخر سنتين ثلاثه بس يعني. اعتقد بيبقى بعض العاملين هم اللي بيعملوا كده، لان هو زي ما بقول لك هي تصويت، فاللي بيستقبل الاصوات وكده بيبقى عارف الترتيب وعارف الدنيا عامله ازاي، فالبعض بيسرب الحاجات، لكن بعض الاحيان بتبقى تسريبات مش صحيحه يعني. على فكره يعني عشان اعتقد السنه اللي فاتت قالوا كريستيانو رونالدو وبعد كده طلع مودريتش هو اللي كسب. يعني ممكن التسريبات ما تبقاش صح اصلا حتى لو بصوره يعني، ساعات بتبقى مش صحيحه. بالظبط، ساعات بتبقى مش صحيحه، لكن يمكن الناس كلها متوقعه ان ميسي يمكن هو الاقرب بصوره كبيره جدا. وان ممكن يبقى فان دايك في المركز الثاني. امبارح طلع تصريح كده ان محمد صلاح في المركز الثالث، اتمنى ان يبقى حقيقي. اتمنى طبعا تبقى حاجه كويسه جدا. طبعا طبعا يعني. تتوقع ده يكون صح؟ مش هيحضر؟ مش عارف بصراحه هيبقى صح ولا لا، بس اتمنى زي ما بقول لك ان حاجه كويسه جدا ودفع معنويه كبيره جدا ليه. زي ما بقول لك الاول النهارده قال يمكن اتقال ان هو مش هيحضر، وكريستيانو برده مش هيحضر، ده المعتاد كريستيانو لما يحضر ما بيكسبش وبيحضر. يبقى ميسي خلاص كده نبارك له بقى. هي لا هو بس فان دايك هيبقى موجود. بالظبط. طيب بمناسبه محمد صلاح، بتقيم موسم محمد صلاح حتى الان ازاي يا دكتور؟
انا شايفه جيد يعني، مش زي الموسمين اللي فاتوا يعني، اكيد الموسمين اللي فاتوا كانوا افضل كتير، لكن لسه احنا لسه بدري، احنا لسه في اول ديسمبر. الفتره اللي جايه هتبقى فيها ضغطه كبيره جدا كالعاده في الدوري الانجليزي فتره طبعا. الكريسماس وبدايه السنه ده هيأثر كتير، او ده هيبين كتير الموسم بتاع صلاح. يمكن زي ما بقول لك مش زي السنتين اللي فاتوا، لكن اكيد نحط في اعتبارنا برضو ان صلاح لما راح من روما مش صلاح دلوقتي يعني. بالظبط صح. يعني صلاح لما راح من روما كان لعيب، الناس حتى بتقول ازاي ليفربول يدفع كل ده، انما دلوقتي صلاح واحد من احسن ثلاث لعيبه في العالم طبعا. فاكيد الرقابه عليه مختلفه، اكيد طريقته مختلفه. هو برضه انا شايف انه يعني محمل نفسه زياده شويه، انه عايز على طول يسجل اهداف من كل الاوضاع. انا شايف ان هو لازم يهدى شويه، مركز اكتر على تسجيل الاهداف. بالظبط بالظبط، يعني يركز اكتر على انه يلعب لعبه العادي، والاهداف هتيجي يعني. صح. زي ما كان بيعمل بالظبط كده، بالظبط زي ما حصل اول سنه يعني. اول سنه كانت ما شاء الله كل حاجه ماشيه صح. هو يعني نتمنى له الدنيا تمشي يعني، يلعب لعبك العادي وهتيجي، هي هتيجي لوحدها يعني. واعتقد يعني ان شاء الله لو ربنا اراد وليفربول قدر يحقق الدوري السنه دي، لصلاح هيبقى في حته ثانيه خالص عند جمهور ليفربول يعني. اكيد اكيد صح، هيساهم بشكل كبير هو وماني وفيرمينيو، اكيد هيبقى ليهم دور كبير جدا بالضبط. في البطوله. يا دكتور انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، دكتور عادل كريم المحلل الرياضي موقع في الجول.